دقيقة اتغرف الحين دقيقة. خل ابو معد يخلص. 10 دقائق هو خالص ابو معد. اليوم بيساعدني في التقييم الشخص اللطيف، الشخص الجميل، الشخص الذي طالما انتظرته انه يقيم معي، بس هو اليوم غايب ما جاء. من هو؟ واحد الله يستر عليه. رايد سلامات. فانا شرك انت وياه. لا تعونيني. هدي هو اللي مثلك. الله يطول عمرك. مقبول موفق. والله ما ترد. انا طالب. والله ما تردني. الله يطول عمرك. وانا يعرف القلم هذا. ها؟ وانا يعرف. لا اللي قلت كنت مع الفقره اللي السابقه عرفت نكتب عنهم بعض المواضيع المهمه. ما شاء الله يجزاك خير. تدون بعض الكلام. اخ شو رايك بفؤاد؟ انا الحين يوم نسولف بقرا له كلام جمهوره اللي مرسل للجمهور وتعبان اللي يرسل للجمهور راح. هو ما يهمه كلام الجمهور الحين ولا ايش؟ هو ترى بطنه يوجع عرفت؟ يروح بيعود. لا هو غير بطنه يعود. فؤاد يا فؤاد تعال جمهورك يبغاك. خلي يقدر جمهور. لا هو يرجعون يا رجال ايش هذا الناس؟ لا اله الا الله. خلي يقدر يا اخي جمهور. تعال جمهورك ما قدر جمهور ما قدر جمهور. لبيه قدام الجمهور لبيه. طيب سؤال يا ام عدي. لبيه. مين توقع فقره يا وجودي من الضيوف؟ والله شف فقره يا وجودي ما ادري بس توقعاتي يا سلطان دغيم يا احد الاشخاص الجدد الشباب اللي جونا. سامع تجيب اهله؟ ها؟ يعني نجيب اهل رايد ولا عبد الرحمن؟ توني من عند اهله. والله ما تدري يمكن. بيقول سلام نظر. قلت فارق لهالك. قلت فارق لهالك. والله بيسمون على يجيب هالرائد العهد قريب يقولون مصدق الله احنا افتك منك. والله هم هذا اللي قايلين. شوف انا حسب توقعاتي يا سلطان تغيب يا الصلف. واشوف توقعاتك انت والله راح تصيب لكن ما يمكن ما تدري ايش تبغى. شوف 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 ايه هد يا ابو ناصر الامور طيبه. لا تهدد الرجال عشان ما أحيانا بقرا رسائل الجمهور وجمهورك اللي يتعب يكتب لك ما قدرت جمهورك قمت وخليتني. أنا ذيك تقول طيب طيب. شو عندك واقف في السيب هنا؟ أنا كنت جوا. لا لا هذيك واقف في السيب هنا. لا كنت في غرفة وأسمعك لكن أنت سبيكر ترى. أنس. أسمعك هناك سبيكر. أنس. فأنا قريب. بعد إذنك أنا عندي كلام والله ودي أقوله. سم. وأتمنى الكلام أني أقوله أنك كنت موجود والحمد لله أنك موجود. سم أبو معدي. تطرقت للموضوع يا أبو يا ناس جي عليك والله تسلم النص. ومن يقول الموضوع الكلام انك ما تسمع في احد الكلام. إيه؟ انا اول شيء اقول يا طوال عمر السلامه اللي يسمع. لو نحن نسمع للكلام يا طوال عمر السلامه ونطبق الكلام اللي جينا لعاد معنا لا صديق ولا ابن عم ولا حبيب. نعم. قد قاطعنا العرب كل ابوهم. انا قبل فتره يا طوال عمر السلامه في موقف ما جاني رجال يشهد الله علي قريب في البرنامج ذا. إيه؟ قال مهدي عادي اتكلم. تكلم. قال مهدي يا طويل العمر والسلامة انت لا من انس. ايه والله. انا فكرت والله ان الرجال يمزح. قلت كيف انت من انس؟ قال انت من انس وانس 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 وانس. قلت طيب عندي خذ الكلام وان شاء الله باذن الله انا يسمع كلامي. ان شاء الله. قال ان انتبه منه. ها؟ ايوه. ان شاء الله انتبه منه. هو يقول مهدي انت من انس. ايه. تدري ايش المشكلة؟ اسلم. ان انس اني اعرفه من اول يوم دخلت البرنامج ذا. هذه المشكلة. يعني ممكن علاقتك فيه ايوه ممكن انها اقوى من علاقتك. والله أنا علاقتي في انس انها اقوى من علاقتي في بعض المتسابقين. وهو يدري انس بالكلام. انا من طول عمر السلامة قلت يا اخي انت متأكد؟ قال لي والله. المشكلة هو ما له فترة هو يوم قابلته. يعني هو اي والله. قلت ابد. انا شفت انس يشهد الله انا هذا ردي عليه. قلت شفت انس؟ قال ايوه. قلت والله الذي نفس محمد بيدك ما تسوى اثره. الله يطول عمرك. اي والله ولا قلت فيك الا الصحيح. الله يطول عمرك ابو معدي ويجعلنا على السلامة. فانت يا انس مهما جاء من كلام فيني ولا فيك ولا في ذول الشباب حن ما حنطب حن نسمع حن نشوف بعيوننا ما حنشوف بدانينا. هذا الكلام. فانت يا انس والله يا انس ان ودي نتكلم على هذا الموضوع كم مره وهو من المواضيع اللي مضيقه علي. انت يا انس علومك عندنا طيبه. الله يطيبك. وانت يا انس يشهد الله علي ان احنا نفرح بك. الله يطول عمرك. وانك اذا غبت اني احس في ان روح القريه انا غايبه عنها. الله يطول عمرك. اي والله هذا والله من طيبك. اي والله يا انس. ويكفيك يا انس ان عمي سالم انه يوصي لي. الله يطول عمر عمك سالم يطول عمركم كلكم ويجعلنا على حسن ما تظنون.
الكلام واجد يا ابو معدي. اي والله شفت ولا لا؟ لكن الواحد اذا هو علومه طيبه معلمتكم وشرواكم ما عاد عليه من كلام الناس السلبي ولا الكلام اللي بيتكلم. اي والله اي والله ان علومك عندنا طيبه. موقفين صارنا يا انس اللي وقف معنا فيها انت. طلعنا في العيد والله يا انس انا متواصل معي شخصيا لين وصلت وحركت بالجنوب لين وصلت هنا. انا انس انه ما قفل يا ولد وينكم انتوا وصلتوا ايش علوم الشباب احول لكم فلوس تحتاجون شيء يعني ما عدمك ابو. طلعنا اليوم الاول في ظرفنا مع اخونا ريان والله انه كذلك ايش تحتاجون تروح حتى لو غادرتوا ترون يا اخوكم ايش تحتاجون من الدنيا واجب علي ابو معدي. لا والله يا انس يا راعي الثناء يا راعي الثناء احنا اثنين عليك الله يطول عمرك هذا والله من طيب روسكم انت ابو عايض علومك عندنا طيبه واللي بيجحد علومك يا ابو عايض ترى ما في خير. الله يطول الله يطول عمرك يا ابو معدي ولا عليكم زود يعني والله ما عدمكم اخوان عزيزين وغاليين تعرفنا عليكم هذا البرنامج المبروك حسنة البرنامج هذا من حسنات البرنامج هذا معرفة لبيتكم جعلك والله في الوجود من أول يقولون شيباننا من أول أبلك في كل ديرة قصر نعم يعني خاولك رجال فأنا أتوقع عصام مني بيت من المملكة العربية السعودية كل قصر الله يجعل ربي يطول العمر أضرب لك قدام يجي منكم شرف الله يطول العمر الله من طيبك أبو عاد عن حاصل على طاري عندي 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 بس تعليق توي لو تسمح لي يا توي قفلت الضغط الحين يا ابن الذين في واحد حاسنة في واحد حاسنة يا مسلم قاعد تكب المرق